السلام ولا الجماهير دائما حاضرة على المدرجات لتشجع أسود الترنجة ومنتخب السيراليون الذي بدوره يحظى على المدرجات. حوار كبيرين لمن سيكون في مباراة نصف النهائي التي لا تحمل القسط. الذي شاهدناه في المباراتين الماضيتين. قدم منتخب السنغال مباراة بدأ خلاص انتهت الأمور. أصنع منتخب السيراليون خطا لصالح منتخب السيراليون. الأنظار تتجه إلى مرمى السنغال ويقف على الكرة اللاعب رقم 10 من جانب منتخب إسرائيل على الكرة يلعب كرة في العمق بعد الكرة بالرأس. السنغال في الكرات الهوائية ممتاز، من الصعب تسجيل هدف على منتخب السنغال بكرة ثابتة خطيرة. كرة تعود إلى الحارس تدوير الكرة داخل الميدان. الكرة تعود للمنتخب السنغالي وأنيز وطبعا أحد أروع المتوسط أهداف مقابل هدف وحيد، وفازت أمام سانتومي بأربعة أهداف دون رد، وأكبر خسارة كانت أمام المنتخب المالي بستة أهداف مقابل هدف وحيد سنة 94. وأفضل نتيجة وصل إليها هي دور المجموعات من عام 94 هنا الجماهير. الحكم ينهي أحداث الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 ما بين السنغال وإسرائيل. يوم لك ويوم عليك، يوم تسر ويوم تذل، هكذا هي كرة القدم. السنغال مختار على تنفيذ الضربة الثابتة، مختار يوزع كرة الضربة الثابتة، مختار سجل هدفين بنفس الطريقة وبنفس المكان في مباراة أمام منتخب كاب فيرد أحد ضحايا. الكرة تلعب في وسط الميدان تمريرة مرة إلى رمية جانبية. و
يعيد المدافع إلى الحارس المتميز والممتاز أنغورا. ملعوبة كرة، لمسة بينية خطيرة جدا. تمريرة في وسط الميدان. السنغال الفريق المنظم، الفريق الممتع اليوم يختلف. السنغال دخلت تواجم فحاصره منتخب السيراليون. التي كان يستغلها المنتخب السنغالي. لم يجدها اليوم في هذه المباراة. صعبة جدا على منتخب السنغال. حمزة وتشوف من سيفعلها في